الوضع مؤسف يعني. خمسة عائلات مع أطفالهم مع أبنائهم مع زوجاتهم بحين ولحظة يهدمون بيتهم ويرمون بالشارع. هذا الاحتلال، هذا الاحتلال المتطرف، هذه الاحتلال، هذه السياسة الممنهجة في داخل القدس. بيساووا احسن منها. هاي الشباب بتقول كل ما اخوتك منيح ابوك منيح هذا احسن شيء. الشباب بتقول هاي هو عليك يا حرامي، ما انتو حرامي. يلا ولا قدمنا مرارا من اجل ان نرخص للبيت، رفضوا. وهذه هي السياسه. اطفالنا جاءوا اليوم، جاءوا بهذه اللحظه، جاءوا باكين لا يعلم، جاي يبحثوا عن اغراضهم، عن العابهم الموجوده، ملابسهم. مع الأسف.